ونبدأ نشرتنا الرياضية مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لتكلم عن مواجهة الهلال السوداني الحاسمة في ختام منافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وقال إن مباراة الأهلي بحضور العدد الكبير ده من الجماهير هيخلق كرة فيها ثقة كبيرة لفريق الأهلي. محمد فخري لاعب خط الوسط في النادي الأهلي اتكلم عن مواجهة الهلال ووصف المباراة بالمصيرية في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وقال كنا نرغب في زيادة أعداد الجماهير بشكل أكبر لأن جماهير الأهلي هي الداعم الأكبر للعيبة في الملعب، وقال كمان إن اللعيبة هيبذلوا قصارى جهدهم علشان يتأهلوا ويسعدوا الجماهير اللي بتدعمهم طول الوقت. فران إبنجي المدير الفني لفريق الهلال السوداني علق على مباراة فريقه ضد الأهلي، وقال إن فريقه بيستهدف التأهل لدور الثمانية من خلال تواجده في القاهرة، وإن وجود 50,000 مشجع ده أمر رائع، وسعيد علشان كل اللعيبة هتعيش أجواء حماسية على الرغم من إنها ليست جماهير فريقه. فريق الزمالك حقق الفوز على المريخ السوداني بنتيجة 4-3 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أعلنت امبارح فوز ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال بجائزة أفضل مدرب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي الممتاز، وده بعد قيادته لأرسنال لتحقيق الفوز في 4 مباريات اللي خاضها في شهر مارس.